أحسن الله إليكم. مصري مقيم بجدة يقول: إذا أراد الإنسان السفر إلى مسافة بعيدة فمتى يبدأ القصر في الصلاة وكذلك الإفطار في رمضان؟ هل يبدأ من خروجه من بيته أو بعد أن يتعدى مسافة القصر المقدرة بنحو 80 كيلو متر؟ إذا خرج قاصدا السفر مسافة تبلغ 80 كيلو فأكثر فإن القصر والإفطار في رمضان يبدأان من خروجه من البلد من عامل البلد، فإذا خرج من حدود البلد العامرة فإنه يجوز له القصر ويجوز له الإفطار في رمضان. أما ما دام في داخل البلد فإنه لا يحل له الفطر ولا يجوز له القصر حتى يخرج من البلد، لأن السفر مأخوذ من السفور وهو البروز والظهور، ولا يتحقق هذا إلا إذا خرج من البلد ودرج. نعم.